مناظرة أبي حنيفة مع الزنادقة. عن أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي سفينة في البحر موقرة مليئة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها، وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي، وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورجعوا إلى الحق فأسلموا على يديه. وجاء رجل إليه أيضا فقال: ما الدليل على الصانع؟ فقال رحمه الله: أعجب دليل النطفة التي في الرحم، والجنين في البطن يخلقه الله في ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة.